اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا دخل رمضان اعتني بصيامك، حافظ عليه، صنه، نزهه عن كل ما لا يليق به. وتذكر أحاديث في هذا المقام، مقام صيانة الصيام وتنزيهه عن كل ما لا يليق به. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا حظ له إلا الجوع والعطش. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا ينبغي على المرء أن يصون صيامه عن كل ما يقدح فيه، ويكون موجبا للحرمان من ثواب الصيام. ومن هذه الصيانة ما جاء في الحديث: وإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. كل هذا صيانة للصيام ورعاية له.